أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة تقوم بتطبيق القانون بكل حسم مع أي مخالفة لتعريفة نقل الركاب المقررة أو رفع أسعار اسطوانات البوتاجاز في المستودعات، مشيرا إلى أن هناك تكليفات للوزراء والمحافظين والأجهزة المعنية بتكثيف حملات مباحث المرور والتموين وتواجد رؤساء الأحياء والمراكز والمدن للتأكد من توافر المنتجات البترولية المختلفة خاصة اسطوانات البوتاجاز، وإلزام جميع السائقين بتعريفة الأجرة الجديدة، مشيرا إلى تواجد قنوات تواصل مع المواطنين لاستقبال الشكاوى بشأن أي مخالفات أو تجاوزات.